مدينة فاس عندنا الصيد بزاف وهادشي كنعانيو منه بزاف. كنا كنعومو هنايا في الجردة السونتر فيل بمدينة فاس معايا صحابي ما قريناش في المدرسة وكنا نعومو وكنشكر الدراري وما يخلي الدري يهدى. كنا في هاد الشلالة واحد الشلالة حيت غسلت حتى كنا تندخلو في وسطها تطلع دابا طفاو ولاد الحرام خلوناش كاع نعوم. كيداير مع الصاد؟ كيداير فاس؟ العافية اخويا العفو لله الصاد بزاف اخي الحرارة بزاف العافية اخي فاس وما عندنا حتى الفلوس باش نطلعوا لا بيسينات ولا شي حاجة حنا غير هنايا هي الخصة كنعوموا غير هنايا فوق بحال راك في شي فران غير فوق شواية اخي بحال راك فوق شواية الحرارة كما كتشوف أجواء ديال مدينة فاس كالعادة كتجي على هذا الموسم ديال الصيف الحمد لله كنلقاو الحرارة زايدة شي شوية على المدن المغربية والحمد لله أنت كتشوف الأجواء رائعة واخا كاين الحرارة ما كاينش المشكل الحمد لله الناس كتتأقلم مع هذا الجو هذا. وأنا راك عارف باش الإنسان كيتعاون شي شوية مرة وصافي. الحمد لله ملي كتقرب ديك الوقيته ديال المغرب راك عارف كلشي كيخرج ولكن كتكون واحد النسبه ديال 30% 40% في وسط النهار كتحرك.